السلام عليكم. دلوقتي هتكلم سريعا عن قصة الشغل بتاع الطلبة في ألمانيا، وإزاي وإنت كطالب تحاول جنب الدراسة تشتغل أي شغل جانبي عشان تعرف تصرف على نفسك أثناء الدراسة وكده. أول نقطة هي تكاليف أصلا المعيشة كام في ألمانيا، فهتلاقينا إحنا بنتكلم في متوسط تقريبا 600 650 يورو في الشهر، ممكن بيقلوا بيزيدوا حسب إنت قاعد في مدينة إيه، أسعار السكن إيه، هل أنت قاعد في أوضة رخيصة، هل أنت قاعد في شقة لوحدك، الكلام ده كله. يعني متوسط بنتكلم 600 650 حاجة كده، يقلوا يزيدوا. ولما بنيجي نشوف النهاردة اليورو ب21 جنيه، يعني في التاريخ بتاع الفيديو ده الله أعلم هيبقى بكام كمان بعد كده، فبنتكلم في تقريبا داخلين في 14,000 جنيه، 13,000 جنيه، اللي هو ايه يعني. يلا بينا نشوف نشتغل ازاي جنب الدراسة. اول نقطة هي مين اصلا مسموح ليه بالشغل. فمسموح الشغل للطلبة باستثناء الطلبة اللي في فترة التحضير، اللي هم بيدرسوا لغة او سنة تحضيرية. المفروض الطبيعي يعني القانوني ان الطلبة اللي بتدرس سنة تحضيرية او اللغة مسموح لهم يشتغلوا، لكن في وقت الفيرين او وقت الاجازات الرسميه، وقت الكريسماس، وقت لو ما عندكش كورس لغه، لو خلصت كورسات اللغه مستني مش عارف ايه، الكلام ده كله بيبقى مسموح لك تشتغل في الاوقات اللي ما عندكش فيها دراسه. لكن انا في حالتي انا ستودنت كوليج وتابع مصلحه اجانب ديبورج، و لسبب مجهول مش فاهمه حتى الآن طلعوا لي تصريح عمل عادي زي أي طالب، كأني بدرس كأني دخلت الجامعة خلاص يعني بشكل رسمي وكده. و مش فاهم هل ده مثلا عملوه غلط ولا هل بيعملوه كده على طول، لأن القانون بتاع السنة التحضيرية والفترة التحضيرية والكلام ده في القانون الألماني بشكل عام، مش عارف هل ممكن يكون بيعتمد على مصلحة أجانب ومصلحة أجانب تانية، الله أعلم. لكن يعني اللي مكتوب في القانون والمعروف إن طلبة السنة التحضيرية أو دراسة اللغة مسموح لهم يشتغلوا في وقت الفيريان بس، وقت الأجازات أو الأعياد، أو وقت اللي ما عندكش فيه كورس لغة أو دراسة في السنة التحضيرية. يعني غير كده الطلبة اللي بتدرس في الجامعات مسموح لهم شغل عادي 240 نص يوم أو 120 يوم كامل، او يعني بنتكلم في تايلد سايت او دوام جزئي على مدار السنة، يعني باستثناء اللي هو ايه اليومين الاجازات بتوع كل يوم بتوع كل اسبوع. طيب الحد الادنى للاجور عندنا بنتكلم في 8.5 يورو في الساعة حوالي كده يعني. ف بنتكلم ان انت لو اشتغلت مثلا تقريبا 12 ساعة ل 13 ساعة في الاسبوع، بنتكلم في انك هتطلع ب حوالي 450 يورو في الشهر. لو اشتغلت في الأسبوع 20 ساعة مثلا، ممكن تطلع ب 800 يورو أو 820 يورو، حاجة في الرنج ده يعني. ودول تقريبا يعني ايه نوعين الشغل اللي بنتكلم فيهم، اللي هو بنتكلم ما بين 13 ل 20 ساعة في الاسبوع، باستثناء لو انت فاضي خالص. بنتكلم يعني هنشتغل بقى في الفيريون او كلام من ده، ممكن تشتغل فول سايد بقى او دوام كامل يعني 8 ساعات في اليوم. ايه هو الشغل المتاح للطلبة؟ الشغل المتاح طبعا يعني هتكلم بس عن المتاح بشكل اكبر او بتلاقيه دايما يعني. فهنلاقي عندنا اول حاجة شغل اللاجر او شغل المخازن، تنظيم المخازن، تفريغ بضاعة من العربيات حطها في أماكنها، الكلام ده كله. لو هتشتغل كوميسيونيرر يعني، اللي هو هتبدأ تشوف دي بضاعة ايه وتحط عليها العلامات بتاعتها والكلام ده كله. وأغلب الشغل ده بيبقى محتاج لياقة، محتاج ان انت تكون قوي، محتاج ان انت تكون ما عندكش مشاكل في ظهرك. يعني أغلب الأماكن بيكون فيها حاجات بتشتال، ويعني مش هتقعد تشتال طول اليوم، لكن برضو يعني ايا كان سواء مكان مجهز كويس او مش مجهز كويس فانت تشتال كتير يعني في الحاجات دي. او برضو تبع الكلام ده كله شغل الفارن في الرايمونج. ده اول قسم يعني. تاني قسم الحاجات اللي ليها علاقة بالمطاعم بشكل عام، ودي اما ان انت بتشتغل كيشن هيلف، او ان انت بتساعد الناس اللي بتطبخ، بتغسل مثلا، بتقف في مطبخ تغسل، تجيب لهم الحاجات عشان يعملوها مش عارف ايه كلام كده.
او مثلا سبول كرافت، أو اللي هو ان انت بتبقى شغال في بتغسل كل الصحون والادوات والكلام ده كله، او سيرفيس كرافت، وده ان انت الجرسون نفسه او الشخص اللي هيقدم الاكل للناس. وبرضه هنلاقي عندنا مجال تاني للشغل اللي هو الراينينج كرافت، اللي هو ان انت بتمسح اماكن بقى، بتمسح مثلا محلات، تشوف بقى الحمامات والاوض والكلام ده كله، تمسح وتنظف الازاز والمش عارف ايه والحاجات دي كلها بتاعتك. برضه هتلاقي عندك شغل في السوبر ماركتات او اي اماكن بتبيع بشكل عام، ان انت بتبقى كثير يعني، تقعد تبيع للناس وكده، او شغل في الجرايد والرسايل، ان انت اما بتوزع جرايد ورسايل على البيوت، او ان انت بتعمل زورتيرنج، او بتقسم يعني بتستقبل الجرايد دي او الرسايل مثلا، وتقسمها كل شارع مثلا، تحط الرسايل بتاعته او كل منطقة وكده. طيب طبعا الشغل المتاح بيختلف من مدينة لمدينة بشكل كبير، يعني في المدن الكبيرة هتلاقي شغل كتير جدا، في المدن الصغيرة مش هتلاقي شغل كتير جدا. فده من مزايا المدن الكبيرة، يعني ان انت تلاقي فيها شغل بشكل اسهل، مش على طول يعني، هتحتاج برضه مجهود لكن بيبقى اسهل بشكل عام نسبيا من المدن الصغيرة يعني. طيب مطلوب منك ايه قبل ما نبدأ نتكلم في ازاي ادور على شغل والكلام ده كله؟ اول حاجة تعمل سي في ليك او ليبنسلاوف، بتكتب فيها انت مين وخبراتك السابقة ايه ودرست ايه مثلا، بتدرس ايه دلوقتي، وضعك الحالي ايه، لو عندك اي، لو اشتغلت اي حاجة قبل كده بتكتبها برضه، والكلام ده كله عشان اغلب الشغل بيحتاجوا سي في او ليبنسلاوف يعني. بعد كده برضه شوية ورق ممكن تحتاجهم، اول ورق الشتوير اي دي بتاعك، الشتوير نمر، وده بتروح الفينانس امت اللي انت تابع ليها بتاعة المدينة بتاعتك يعني، توريهم بس الـ اللي هو الاوفنتاسر الاوفنس بتاعتك او الاوس فايز بتاعك يعني، وتقول لهم انا عاوز بس ورقة بالشتوير نمر بتاعي، رقم الضريبي بتاعي يعني. تاني ورقة تحتاجها هي زوتسيال فيزيشرونج نمر، وده او رنت فيزيشرونج يعني، وده برضو بتروح ل الدويتشه رينت فيرزيشرونج، ده مكان بتروح له برضو، بيبقى تبع المدينه اللي انت فيها او كده، وده اللي هو الفيرزيشرونج او التامين بتاع المعاش بتاعك لما يعني لما تخلص بقى مثلا، لما تطلع معاش او كده يعني. فالرينت فيرزيشرونج ده برضو رقم هتروح المصلحه بتاعه الدويتش رينت فيرزيشرون في المكان اللي انت فيه، وتقول لهم عاوز الرقم الرينت فيرزيشرون نمبر بتاعي او الزوتسيال فيرزيشرون نمبر بتاعي. ورقه تانية برضو او حاجه تانية ممكن تحتاجها هي لو هتشتغل في اي حاجه ليها علاقه بالليبنسميتل او الاكل عامه، سواء في مطبخ، هتشتغل في مطعم، هتقدم حاجه، كلام من ده، ف بتحتاج تعمل تدريب او تعليم، هتاخد محاضره كده وتعرف شويه حاجات عن الامراض اللي بتتنقل خلال الاكل والميكروبات والمش عارف ايه والتسمم والكلام ده كله، عشان يبقى عندك وعي بالحاجات دي يعني. ودي الحاجه دي هتعملها او التعليم ده او اسمه الجزوند هايتس بليرونج، هتعمله في الجزوند هايتس امت في برضو المدينه اللي انت فيها، في مصلحه اسمها الجزوند هايتس امت، هتروح تقول لهم ان انت عايز تعمل البليرونج ده. وهي الموضوع بيقعد تقريبا 3 ساعات او حاجه كده، وبيبقى ليه مواعيد محدده شوفها في الامت اللي انت تابع ليها يعني، وبيديك ورقه في الاخر بشاينج ان انت عديت البليرونج ده، ودي بتحتاجها في الشغل زي ما قلنا اللي اي علاقه بالليفنس ميتال يعني. تحتاج كمان الاقامه او تصريح العمل بتاعك ده اكيد، وبيان ان انت او البشاينج بتاعت ان انت طالب في جامعه او بتعمل ايه حاليا يعني في المانيا، واللي احنا بنقوله دي اسمها تسويجناس، كل دي على بعضها كده. لو هتقدم على حاجه اونلاين ساعات بيقولك ان انا عاوز منك مثلا ليبنسلاوف، فالليبنسلاوف عارفينها، وتسويجناس اللي هي الحاجات دي حطها له مثلا في فايل PDF او كده، ودي اسمها تسويجناس تبعتها له.
وبرضه ممكن يطلب منك حاجة اسمها انشرايبن، او ده اللي هو خطاب دافع مثلا او حاجة زي كده، ان انت الانشرايبن ده بتكتب له رسالة بقى اللي هو انا فلان فلاني عاوز تشتغل عندهم ليه، اشمعنى الشغلانة دي، الكلام ده كله عامل زي خطاب الحافز كده اللي كنا بنقدم بيه على السفارة بس للشغل ده يعني. ده ورق مطلوب منك قبل ما نخش نتكلم عن ازاي بندور على شغل او كده. اخر حاجة قبل ما نتكلم عن موضوع البحث عن العمل هي انواع الشغل ايه اصلا اللي موجود. فبنتكلم في اول حاجة جرينج فوجش او اللي هو ال 450 بازس، او الشغل اللي انت بتاخد فيه 450 يورو. والفكرة فيه ان انت تحت، طول ما انت بتاخد تحت 450 يورو البروتو بيساوي النتو عندك، او الشغل الفلوس اللي هتاخدها من الشغل هي الفلوس اللي هتحطها في جيبك. فوق كده الفلوس اللي بتاخدها من الشغل بتدفع منها جزء ضرائب للدولة، وبتاخد جزء تاني، والجزء الباقي بتحطه في جيبك. فالجرينج فوجج او الجرينج فوجج اربايت اللي هو 450 بازس، ده عبارة عن انك بتشتغل تقريبا 12 ساعة 13 ساعة في الأسبوع حاجة كده، وبتاخد 450 يورو والنتو بيساوي البروتو فيه. فوق كده بنتكلم مثلا على تايلت سايت أو حاجة كده، مثلا لو اشتغلت 20 ساعة في الأسبوع، أو يعني الفلوس اللي المفروض تاخدها في الآخر، اللي بتاخدها في الآخر تقريبا 820 850 حاجة كده، وبتدفع منهم بقى ضرايب على حسب ما أنا عارف. موضوع الضرايب ده معقد، وأنا بصراحة يعني ما وجعتش دماغي فيه كتير في التدوير فيه يعني. وحسب ما اسمع برضه في اخر السنة لو انت بتدفع ضرائب وبتقبض سنويا اقل من راتب معين، ممكن تعمل حاجة اسمها شتير كليرنج او حاجات كده انا مش عارفها، وتاخد الضرائب تاني اللي الدولة خدتها منك دي او حاجة كده. المهم ما علينا يعني. يعني دي ده الحوار بتاع 450 وفوق 450 والكلام ده كله. فوق كده عندنا فول سايت 8 ساعات في اليوم، وده يعني لا يصلح اثناء دراسة، ممكن يصلح لو انت بره الدراسة في فيريون او اي حاجة. وساعات ممكن تلاقي ان الشغل محتاج برايت شافت تو شيشت اربايت، او شغل ورديات يعني، ممكن تشتغل وردية صباح في اليوم، وردية تانية اخر الليل، وردية ليل خالص اللي هو بعد نص الليل يعني، حسب الشغل محتاج ايه. ده الشيشت اربايت يعني. في بعد كده كمان عندنا الاوس هيلفا. اوس هيلفا كلمة هتشوفها كتير، ودي معناها ان انت مش هتبقى موظف بشكل دائم. هو شركة مثلا لما بتحتاج، لما بيكون عندها نقص موظفين بتكلمك تيجي تخلص شغلانة عندهم كام يوم او حاجة كده يعني. في برضو شغل يعني ممكن يكون مواعيده مرنة فليكسيبل، ان انت مثلا كل اسبوع بتظبط المواعيد بتاعتك مع الشيف بتاعك. لو مثلا عندك محاضرات، او مثلا هيبقى عندك اسبوع مفيش فيه مثلا، او عندك فيه امتحانات محتاج تغيب منه، فمثلا ممكن يوم تاخد اجازة الاسبوع ده، وبعدين الشهر اللي بعده يقوم مشغلك اكتر شوية، حاجات كده يعني. في الفليكسيبل ده بيكون طبعا افضل للطلبة من وجهة نظري يعني. وفي الغير مرن يعني، او المش فليكسيبل، ده اللي هو خلاص انت بتشتغل 3 ساعات 4 ساعات في اليوم، هتشتغل 4 ساعات في اليوم وبس يعني. في الشغل الاسود، او الشغل اللي هو لو انت مش مسموح لك تشتغل اصلا، شغل غير قانوني، ده بقى بالحب يعني وكلام كده. وطبعا بتقبض فيه بقى ايه تحت المندستلون، ممكن تقبض مثلا 5 يورو في الساعة او حاجات كده يعني. ده طبعا بقى يعني كل واحد وضميره بقى. طيب ازاي ندور على شغل في البداية خالص؟ فأول اوبشن عندنا بنتكلم فيه هو سايت اربايت فيرما، وده عبارة عن شركات توظيف، في منها بيبقى خاص للطلبة. دور في المدينة اللي انت فيها على سايت اربايت فيرما او شركة توظيف يعني، ودي شركة وسيطة بين الشركات والناس اللي بتدور على شغل. الشركات بتحط فيها الـ الوظائف المتاحة، وانت بتدور على شغل بتقدم عندهم، ولما بيلاقوا شغلانة مناسبة ليك بيكلموك يبعتوك للشركة دي. عيوب مزايا السايت اربايت فيرما، هي سهلة، الموضوع بسيط، هتروح السايت اربايت فيرما تقدم الورق بتاعك وخلاص، طب تستنى. عيوب الموضوع ان هو ان انت ممكن تقدم وتستنى، تفضل مستني حسب بقى الدنيا فيها ايه، مش عارف. الشركة دي بتاخد برضو تقريبا نسبة من المرتب بتاعك، مش كبيرة يعني، بس هو برضو نسبة.
وعيب كمان من وجهة نظري ان الموضوع مبقاش مستقر، ممكن تشتغل حبة في حتة، يومين في حتة، 3 ايام في حتة، الشركة بقى هي اللي بتقعد ايه تبعتك لأماكن مختلفة وكده. ممكن تقعد وقت مثلا ما تشتغلش، شهر تشتغل، شهر مش عارف، اسبوع، لا حسب بقى ايه الشغل اللي موجود وال يعني السوق اللي موجود يعني. بعد كده ان انت تبدأ انت شخصيا بقى تدور على شغل، و على النت في يعني الموقعين اللي فادوني وفي غيرهم طبعا، هم جوب بيرزا دوت ارفايتس اجنتوير دوت كوم تقريبا، ده تبع الارفايتس اجنتوير، والجوب منزا، دول انا شايفهم يعني موقعين كويسين للتدوير على الشغل. هتخش عليهم تشوف يعني المدينة بتاعتك، تدور على نوع الشغل اللي انت عاوزه والكلام ده كله، وتشوف الشغل المتاح وتبدأ ان انت تدور وتبعت للناس. في قاعدة هنا يعني مش عارف دي قاعدة ولا هو حظ اسود ولا ايه، بس تقريبا كده يعني حاجة كده، كل 50 هتبعت لهم 10 منهم هيردوا عليك، واحد منهم هيوافق، ده في السكن والشغل تقريبا كده يعني. بس يعني يعني الموضوع مش بسيط، مش بالبساطة يعني، تطالب أجنبي أغلبنا بيبقى ما عندوش خبرة بالشغل هنا، أو ما عندوش خبرة سابقة بشغل مثيل ليه هنا مثلا، ما عندكش عربية، مش عارف ايه، فيعني مفيش مزايا كبيرة قوي يعني. بالإضافة لأن الطلبة كتير، وسوق يعني الطلب على الشغل برضو مش قليل، بيختلف من مدينة لمدينة زي ما قلنا، لكن بشكل عام الموضوع مش بسيط جدا يعني، إن أنت تلاقي شغل او كده تحتاج برضه تتعب شوية، تقدم على شغل كتير وكده، بس عشان بس ايه يعني تبقى مستعد نفسيا قبل ما تبدأ الموضوع ده. بس هتشوف الشغل اللي على المواقع دي وتبدأ تقدم عليه، تشوف عاوزين التقديم ايه، ايميل ولا تكلمهم في التليفون، لو في حد طارح ان انت تكلمه بالتليفون فده افضل حل، ان انت تكلمه في التليفون، لان الايميلات غالبا مش يعني ما بيجيش ردود عليها يعني. تكلمه في التليفون، حاول تاخد ميعاد معاه، تروح هناك تقابله، الكلام على الواقع بيبقى افضل من الايميلات والكلام ده يعني. هتشوف عروض الشغل الموجوده، اول لما تخش على اي عروض شغل عشان تنجز وقتك هتدور على شويه حاجات، هل الشغل محتاج بيك افي، محتاج يكون معاك عربيه، هل الشغل محتاج ان يكون معاك فيروشاين، اغلب الطلبه ما بيبقاش معاهم الاثنين دول، فلو لقيتهم قوم ايه طالع من الاعلان على طول يعني. لو مش موجودين خش بعد كده شوف الوقت بتاع الشغل، هل مناسب ليك ولا لا، لو مش مناسب ليك اطلع بره، لو مناسب ليك بقى ايه ابدأ شوف بقى ده الشغل ده عبارة عن ايه، وعايزين متطلبات ايه والكلام ده كله. نقطة مهمة وقعت فيها خد بالك منها، هي ان انت مثلا النهاردة قدمت على 7 وظائف مثلا، بكرة تاني يوم لقيت تليفون بيكلمك ما انتش عارفه، بعدين يكلمك يقول لك هلو هير مام بلا 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 بلا، احنا شركة مش عارف ايه وانت قدمت معانا على شغل، هل لسه عندك استعداد تشتغل ولا لا؟ وهنا السؤال المحوري، هما دول مين من السبعة اللي انا قدمت عليهم؟ وهل اسأل الراجل انتوا مين، ولا يقول لك احنا شركة كذا، طب انتوا كنتوا مقدمين شغل ايه؟ طبعا اسئلة غريبة يعني، فخد بالك من الموقف ده عشان ما تتحطش فيه يعني، اما ان انت تكون يعني فاكر او مجهز ان انت قدمت على كذا والناس دي محتاجة كذا، قدمت على كذا والناس دي محتاجة كذا وكده، او ان انت يعني تجهز رد على الموضوع ده، قول للراجل مثلا ان انت قدمت على كذا شغلانة وكده ومش متذكر قوي بتاع ايه الشغلانة بتاعتهم كانت ايه مثلا او كده، او ان انت ما تردش والراجل هيبعت لك فويس مسج، تقرا الفويس مسج يعني تسمع الفويس مسج دي وتشوف بقى ايه مع نفسك هو الكلام ده كان عبارة عن ايه عشان تعرف تكلمه تاني بثقة يعني، وبعدين تبقى تتصل بيه تاني. الشغل والدراسة ايه الوضع؟ انت تشتغل وتدرس مع بعض؟ والله لو هتشتغل 12 ساعة 13 ساعة في الأسبوع اللي هو جرينج فوجش شغال يعني، بنتكلم مثلا في انك هتشتغل 3 ايام في الأسبوع 4 لـ5 ساعات، اليوم اللي بتشتغل فيه 5 ساعات او 4 ساعات بيبقى غالبا يوم مقتول، او اللي هو هتروح تدرس الدراسة بتاعتك معرفش كام ساعة بقى، انا شخصيا سنة تحضيرية بيبقى الوقت طويل شوية، فمثلا بعد 5 ساعات تقريبا في الدراسة، وبعدين اطلع على الشغل 5 ساعات تانيين، بترجع بتبقى خلاص الدنيا بدأت يعني ليلت، فتشوف حاجة تاكلها، تعمل واجبات، او مثلا تدرس لبكرة واليوم مات خلاص. ف
لو بنتكلم عن شغل جرينج فوجش مثلا، ف بنتكلم عن انك تشتغل 4 5 ساعات 3 ايام في الاسبوع مثلا، فيبقى عندك وقت ايام تانية تعمل فيها حاجة. لو اشتغلت تالت سايت فده بيقتل اليوم كله بتاعك، هتلاقي وقت تشتغل يعني تدرس، لكن مش هتلاقي وقت لحاجة تانية غير ان انت تروح الجامعة وتشتغل وترجع تدرس في البيت، واليوم بتاعك خلص خلاص تخش تنام وتكرر العملية على طول تاني يوم وهكذا. غير بقى الويك اند، يعني عندك الويك اند مثلا ممكن تعمل فيها حاجة، بس الأسبوع كله بيبقى مقتول حرفيا يعني. فشوف اللي يناسبك ايه يعني، لكن بشكل عام الشغل بتاع ال 12 13 ساعة في الأسبوع جرينج فوجش، لو محتاج وقت لأن أنت تعمل حاجة تانية فده يعتبر أفضل لك يعني، عكس لو مزنوق في فلوس ضروري محتاج مثلا تشتغل لازم 8 ساعة 20 ساعة في الأسبوع، فمش غالبا مش هتلاقي وقت لحاجة تانية تعملها في الأسبوع بتاعك يعني. آخر حاجة إن أنت هتروح الشغل بقى، خاصة لو شغل مع عمال أو حاجة كده مصانع أو كده، هتحس إن أنت كنت بتتعلم ياباني مثلا، مش ما ما إيه اللغة، تسمع لغات غريبة تمام. بيبقى حسب المكان اللي أنت فيه والمدينة اللي أنت فيها، المهم بقى إيه كل الزبد بتاعت اللهجات بتطلع في أماكن الشغل يعني. ف يعني غير بقى ايه، مش قصه بقى بيتكلم بسرعه او كده، لا هو كان انت مش فاهم حاجه من اللي انت بتبقى هو بيكلمك بلا 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 بلا، وانت ايه بتحاول يعني ثواني كده علامه اللودنج بتشتغل، اللي هو بتحاول تربط بين اللي بيقوله ده واي كلام انت عارفه هو بيقول ايه، فحاجه كده يعني. بيبقى قدامك حل من اتنين، اما ان انت تقول له اه ها 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 قشطه وكده، او ان انت تقعد تقول له مش فاهم فهمني، فيقول لك نفس الكلام تاني فتقول له مش فاهم انت بتقول ايه اصلا، ف كده يعني. لو الراجل بيكلمك في حاجه ليها علاقه بالشغل لازم تفضل تزن عليه يعني لحد ما تفهم، عشان يعني ما يعرفش ان انت ما فهمتش غير لما تبوظ شغلانه او حاجه كده يعني. لو بيهزر او كده قشطه يعني، انت مزايك ممكن تقول له اه ها ها وخلاص يعني. بس ده اللي اعرفه بخصوص الشغل، اتمنى الفيديو كان يكون مفيد. لو في استفسارات يعني مش عارف اعرف ارد عليه ولا لا، بس يعني ده تقريبا كل اللي اعرفه في الموضوع يعني، لكن لو في استفسارات اكتبه واحتمال اعرف ارد عليه. والسلام عليكم.